بسم الله ونتكلم عن الكشك الاول. الكشك عندي احنا هنبدا بالفراخ. طب نحط الفرخه الاول وبعدين نبدا بالكشك. يلا نحط الفرخه معلش تستوي مع حضراتكم واقول لكم برضو ايه حته كده عن الفراخ. طيب عندي فرخه متوسطه، الفرخه المتوسطه دي زي ما حضراتكم تحبوا، عندي بصل وطماطمايه جزرايه عود كرفس لو في ورق لورا حبهان فصين مستكه ملح وفلفل زيت او سمن للتحمير. احنا هقول لكم انا بعملهم ليه الزيت او السمن او معلقتين الزيت دول عشان اسيح فيهم فصين المستكه. بصوا بقى انا بالنسبه لي في الفراخ بحب اعملها على مرحلتين، يمكن انا بالذات للفراخ الناس اللي بتستخدم الفراخ اللي هي ايه البيضه، عشان الفراخ البيضه الى حد ما بنحاول ايه نديها ريحه كويسه ونتعايش مع ايه فكره الفراخ البيضه عموما يعني. فخلينا كده ايه نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الفرخه الاموره، هبدا احط هنا معلقتين زيت صغيرين وهقول لكم انا هنقلها، انا بسخن ميه هنا نظيفه صغيرين قوي، هحط فيهم الكام فص مستكه ادوبهم هنا. ومعايا ورقتين لورا وكام فص حبهان مش كتير اتنين كده. وهاخد الفرخه الاموره دي نكتف كده الكتف هنا وهنا وهحط طبعا نضيفه من جوه ومن بره وكله تمام. بصوا فله على الصدر الاول. عشان ايه؟ احنا بنصدمها بنقفل المسام ونطلع يعني نساعد، هي طبعا اتغسلت بالدقيق والملح وبعدين بالليمون ميه وعصير ليمون واتغسلت واتشطفت ونضفنا من جوه كله. عايزين تحطوها صحيحه ماشي، عايزين تحطوها متقطعة اربع اللي يريح حضراتكم. المهم ان في ناس بتحب قوي ايه، انا والله هقتلك يا محمد عن قريب يعني، ممكن نضحي بيك على العيد مفيش مشكلة خالص. هدي بقى الحاجات اللي ايه ان نحط حاجات من غير ما ننتظم، لازم اول ما اجي اعمل حاجة في البيت لازم اعمل الحاجة كده الاول وبعدين اضيف جنبها الحاجة الجديدة عشان انا كمان ما اتعبش في المطبخ، ده مهم جدا. اما يجي بس بصوا بقى اهو، وبعدين هبدا اقلبها. انا كده كده الجلد بتاع الابيض ما بستعنيهوش، معلش سامحوني يعني، الفرخه البيضه انا ما باخدش الجلد بتاعها. الناس اللي بتحبه مفيش مشكله، بس انا بالذات الفراخ البيضة ان دورتها صغيره ولما بتكون اخذت يعني دواء اخذت حاجه ما بتلحقش تتكسر في الدوره بتاعتها عن الفراخ الحمراء او اللي بتبقى دورتها 70 يوم بتكتر شويه. بصوا انا عملت كده، هاجي هنا عندي ميه بتغلي طبعا نظيفه، هحط فيها البوكي جارني اللي احنا متفقين عليه اللي فيه البصل وفيه الجزر، هو بيبقى مفيد للفراخ البلدي، مفيد في الفراخ البلدي اللي بتاكل اكل البيت وبيبقى فيه اوميجا 3 وبيبقى فيه كمان. لكن هنا لا، انا بصراحه في الابيض ببعد عن المرق بتاعه وعن الايه الجلد بتاعه، انا صريحه. ادي كده عود كرات او كرفس اللي موجود، كام ورقه لورا، كام فص حبهان، انا بحط هنا معلش زياده كده معلقه من الثوم الباودر، وعندي هنا احنا حاطه خلاص المستكه معاها هنا. هاخد بقى الفرخه دي، هي خلوا بالكم الفراخ البيضه فيها ميزه ان لحمها بيبقى اطرى، وهنحطها هنا، بتبقى حلوه في المشويات قوي وفي الصواني، تلاقوها دايما كده ايه عمليه يعني بترمي لحم كويس وبتبقى ايه يعني في الوصفات دي بتبقى جميله. طيب هشيل بقى شويه الايه كده، هو ما بتاخدش وقت طويل الحقيقه في التسويه زي الفراخ الاخرى يعني.